رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات بإشراف منوالي ولاية بسكرة، قامت كلنا المديرية الجهوية للتجارة ومؤسسة جنجن، وذلك بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بسكرة والغرفة الولائية للتجارة والصناعة الزبان بسكرة، بتنظيم الورشة المختصة الأولى حول تصدير التمور تحت شعار التمور الجزائرية فخر وافاق واعدة نحو التصدير. لا هذه سال ستين اونتربريز ريبيتي باين امورها. هذا اللقاء الجهوي كان مدير على بال تصدير التمور، ولكن وكذلك المسؤولين حاولوا يشوفوا المؤسسات هذه الصغيره، المؤسسات المتوسطه. هو يعتبر من استراتيجيه التجاره الجزائريه المحليه، والدليل على ذلك ان 2023 احصائيات أن التمور الجزائرية من أجود التمور، الجزائر تحتل الرتبة الثالثة عالميا من حيث إنتاج التمور. اختتمت الورشة بمجموعة من التكريمات، أين تم تكريم الفائز الأول في مسابقة تقييم المفتشيات الإقليمية، وتكريم خاص لإطالة العمليات النوعية الرقابية، بالإضافة إلى تكريم لأحسن المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في الأسواق الجوارية، وتكريم أحسن سوق جواري منظم من خلال شهر رمضان. بمناسبة هذا التكريم اللي قدمته لنا، نشكر المدير الجهوي ومدير التجارة لولاية بسكرة، المدير الجهوي لولاية باتنا، على الالتفات الطيبة هذه على التكريم اللي قدمه لنا اليوم. يعني حسونا بالمجهودات اللي قدمناها في شهر رمضان من خلال هذا الملتقى الجهوي الذي يكون هو الأول المتخصص في شعبة التمور، من أجل ترقية بهذه الشعبة وإيجاد أسواق جديدة من أجل تصدير هذا المنتوج المهم جدا. في إطار الورشة التي نظمتها المديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنا بالتنسيق مع الغرفة التجارة الزبان، تم تكريم اليوم المفتشية الإقليمية للتجارة، نظير الجهود اللي بذلتها في إطار السوق الجواري اللي نظمناه على مستوى مدينة باريكا واللي كان في المستوى المطلوب. في الحقيقة هذا الورشة المتخصصة الأولى للتصدير اللي شارك فيها حوالي 200 مشارك من متعاملين اقتصاديين في مجال التصدير والإنتاج والتوظيف لمادة التمور، إضافة إلى المؤسسات الداعمة من مؤسسة ميناء جنجن والمؤسسات المرافقة لها في مجال النقل، إضافة إلى زملائنا في الجمارك، في زملائنا في البنوك وفي التأمينات. الهدف من خلال هذه الورشات المتخصصة هي الاتصال، نقطة اتصال مباشر بين المتعاملين وهذه المؤسسات، من أجل السماع لانشغالاتهم والوصول جميعا بمقترحات عملية، من أجل أولا ترقية هذه الشعبة، من أجل تسهيل كل العمليات اللي أثناء عملية التصدير. في إطار مرافقة المصدرين وتنفيذ لتعليمات السيد وزير التجارة متعلقة بوزارة مرافقة مختلف المتعاملين الاقتصاديين، ارتأت المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنا بتنظيم هذا الملتقى الجهوي، أو الورشة الأولى المتخصصة لشعبة التمور تحت شعار التمور الجزائري جودة وفخر أفاق واعدة نحو التصدير. نهدف من خلال هذا الملتقى إلى تقريب مختلف الهيئات الوصية التي تعنى بالتصدير مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث هو راكم لاحظتوا باللي شارك معنا مؤسسة ميناء جنجن، مؤسسة البنوك والتأمينات، مؤسسة لوجيترونس المتخصصة في النقل، الخطوط الجوية الجزائرية. هذا الفواعل كامل احنا حبينا نجمعوهم مع المتعاملين الاقتصاديين من خلال ثلاث ورشات متخصصة، يستطيع من خلال المتعامل الاقتصادي أن يطرح جميع المشاكل أو الصعوبات اللي راهي تواجهوا أثناء عملية التصدير.